حياكم الله معنا اعزائي المشاهدين يا هلا ومرحبا فيكم في حلقه جديده وبرنامج جديد نقدم لكم على تلفزيون دوله الكويت قناه الشباب والرياضه برنامج اهل نفسك البرنامج من عنوانه كما هو ظاهر هو برنامج يعنى بممارسين الرياضه وكيف يمكن ان يعودوا لممارسه الرياضه بابسط واسهل الطرق احنا نعرف ان ممارسه الرياضه لها ضريبه قد لا تكون الضريبه هذه باهظه او مرتفعه، لكن من ضمن الضرائب اللي لازم يدفعها ممارس الرياضه هي امكانيه ان يتعرض الى الاصابه. لكن هل هذه الاصابات قاصره فقط على ممارسين الرياضه؟ بالتاكيد لا، لان الدراسات العلميه كلها تؤكد بان الاصابات بين قوسين الرياضيه، ما يعرف بالاصابات الرياضيه، يتعرض لها الرياضيين وغير الرياضيين على حد سواء. الميزه ان هي تم تصنيفها وتشخيصها وتسميتها بناء على ممارسين الرياضه، لكن هذا لا يعني ابدا ان احنا ما نتحدث عنه اليوم وفي باقيه الحلقات ان شاء الله في كل حلقه من حلقات هذا البرنامج، اهل نفسك انه احنا نتكلم فقط مع الرياضيين، احنا نتكلم مع العموم. نتكلم عن الاصابات اللي ممكن ان تصيب العموم. الاصابات هذه نتكلم عنها بالطريقه العلميه اللي احنا رايناه. في إدارة القناة الثالثة بأن هذه الطريقة اللي ممكن أن توصل الفكرة إلى أوسع قطاع في المجتمع الكويتي وإلى أن تحمل في بصماتها أعلى نسبة من نسب التوعية في هذه المعلومات راح نلتقي بنخبة من أبناء المجتمع الكويتي من الأكاديميين من الاختصاصيين من المؤهلين علميا ورياضيا وخبرة حقيقة في هذا, في هذا الموضوع أو في ذاك فضلا عن أن نحن طبعا لا نستغني عن رأي الجمهور الرياضي في أنهم يحدثون في ما يعرفون وما يودون وما يتمنون أن يحدث في مجال الطب الرياضي الطب الرياضي هو فرع من فروع الرياضة الرياضة أصبحت الآن صناعة أصبحت مظلة كبيرة فيها فروع كثيرة فيها فروع الإدارة في فروع التدريب فيها فروع الممارسة وهناك فرع للطب الرياضي وأزيد أن الطب الرياضي هو الفرع الوحيد الذي دخل داخل اروقه الامم المتحده وصدر في قرارات على مستوى الجمعيه العامه في الامم المتحده فيما يتعلق بالمنشطات وفيما يتعلق بتاهيل اللاعبين فهو فرع مهين. اليوم احنا لما نتكلم وفي غير هذا اليوم نسعى مثل ما قلت لكم ان احنا نحاول ان نقدم الصوره واضحه بيضاء ناصعه شفافه لكل من يرغب ولكل من يهتم من خلال عيالنا ومن خلال اولادنا وبناتنا. مثل ما قلنا في مقدمتنا، مثل ما قلنا ان احنا ال... راح نتكلم عن الاصابات الرياضيه طبيعتها وطريقه تاهيلها وطرق الوقايه وطرق العلاج الى اخره. آه اليوم راح نتكلم عن اصابه رياضيه هي تكاد تكون من اوضح ويعني اكثر الامثله وضوحا حقيقه، يعني ما يخطيها اثنين في ان المصابين فيها هم من الفئتين، من الرياضيين ومن غير الرياضيين، ولذلك تجد هذه الاصابه تحديدا اللي اليوم ان شاء الله راح يكون حديثنا عنها. هذه الاصابه تحوش الشباب مثل ما تحوش الشباب واقصد كبار السن، ما اقصد انا اهانه احد يعني. تحوش الشباب اللي يمارسون الرياضه، وتحوش كبار السن لما يبتدون يحسون باعراض الخشونه. تحوش الناس الاصحاء اللي هم اساءوا استخدام ركبتهم، وتحوش الناس المرضى اللي نتيجه لسوء التغذيه او سوء الافراز الهرموني، او نتيجه لامراض اخرى مرتبطه ايضا يحسون بهذه الاعراض هذا كله بالتفصيل راح نتعرض له اليوم من خلال بدايه راح يكون عندنا لقاء مع الدكتور علي يعقوب مقدسي علي يعقوب مقدسي هو احد ابناء الكويت طبيب جميل حقيقه راح تشوفونه ما أسرق من الاضواء هو اختصاصي في جراحه الكتف والكوع والركبه في مركز شيخان الفارسي للروماتيزم والطب الرياضي اللي في نخبه حقيقة من الأطباء الكويتيين الشباب اللي خلينا نرجع لورا ونطمئن إلى باكر بأن رعايتنا الصحية في دولة الكويت إن شاء الله في أيدي أمينة عيالنا بناتنا أولادنا موجودين خلينا نشوف لقاءنا مع الدكتور علي يعقوب مقدسي موضوع الغضاريف الغضروف الداخلي للركبة عبارة عن حماية للركبة عباره عن اسفنجات او ديسكات تحمي الخشونه والاحتكاك اللي بالركبه الغضروف حاله حال اي جزء من جسم الانسان يتاكل ويخترب وينقطع مع العمر مع الايام مع الاستهلاك الانسان النشط يمشي يتحرك يسجد يقوم يثني ركبته تبدي تتاثر مع السنين ومع الايام خلنا نتكلم شويه عن موضوع الغضاريف عندنا اصابتين يعني نوعين من الاصابات الواضحه اللي نشوفها في حياتنا اليوميه في المستشفى. نشوف الانسان الرياضي اللي صارت له لفه بركبه ولا اللي قاعد يركض وشدت عليه ريله ولا اللي قاعد يلعب سله وطاح وطاح على ركبه يصير في عنده قطع في في الغضروف واضح تتبعه الام تتبعه اتفاخ في الركبه تتبعه الامور هذه. وعندنا الريال ب 45 سنه والمره اللي ب 45 سنه كويتي شويه مربرب ياكل هذا حركته خفيفه يتمشى يمشي بدا يحس الام بركبه ما يدري شو القصه ركبه تورم بين فتره وفتره يعني تعوره يروح يراجع الدكتور يعطونه ادويه يقولون له خشونه هالكلام هذا اللي نسمعه كل يوم احنا في شيخان الفارسي مختصين في هالموضوع هذا شغلنا كل يوم نشوف 60 سبعين ثمانين حاله تركبه باليوم يشكون من هالمشاكل عندنا النظرة نشوف هذا موضوع مزمن موضوع جديد موضوع إصابة بعد الفحص الكلينيكي الكامل نسأل عن حياة المريض رياضي غير رياضي شلون أموره الحياتية متى يحوش العوار تنتفخ ريلة تخون تكفل هالأمور هذه اللي نسمعها كل يوم ندز انه يسوي الاشعاعات، نشوف عنده خشونه ما عنده خشونه، اغلب الظن ماكو خشونه تكون او شيء مبتدئ لانه مو بعمر الخشونه 45 انسان طبيعي ما عنده هالمشكله، ندزه نسوي يسوي رنين مغناطيسي يبين معانا القطع في الغضروف اذا كان قطع الغضروف متني يعني قبله كان في اصابه لفه ركبه يكون واضح بسبب واضح هني المريض يفهم يقول اي والله انا طاح طحت وغضروفي انقطع بس تعال اشرح حق واحد عمره 45 سنه ما عمره ركض ولا عمره تحرك عندك قطع في الغضروف يطالعك بطريقه غريبه يقول لك انت ايش قاعد تقول لي؟ انا ما عمري لعبت ما عمري تحركت هني عاد تشرح له موضوع القطع التاكلي واللي موضوع الاستخدام الزايد للغضروف لان ربنا خلقنا كذي نستهلك نكبر الشيخوخه هذه حياتنا نكبر امورنا تت... الغضاريف تبدي تتاكل علاجنا راح يكون بدايه بالعلاج الطبي ليش نقول كذي غضروف مقطوع ليش تبيني اخليه مقطوع داخل الركبه يقعد يكفل ويسوي لي دنيا لما ندري ان الغضروف حمايه للخشونه عن الخشونه في الركبه فاذا واحد شال السفايف او شال الحمايه بين الركبتين القطعتين بالعظم ايش بيصير بالركبه؟ خمسة ست سنين عشر سنين خشونه ب 45 خربت ركبه 55 يحتاج مفصل جريمه جريمه حق انسان صغير فاحنا فكرتنا انه نشوف منو الانسان اللي صدق يحتاج ومنو الانسان اللي ما ما يحتاج شنو العلاجات الطبيه المتوفره عندنا؟ حالنا حال اي دكتور في اي مكان في العالم نبدي بالادويه نتبعها بالعلاج الطبيعي نحقن الأبر أنواع الأبر الخلايا الجذعية ممكن موجودة عندنا متوفرة الزيت متوفر الكورتيزون صدق أن الناس تخوف منه متوفر يساعد على تخفيف الالتهابات يروح العوار المريض يقول لك أنا عندي قطع غضروف وعايش حياتي طبيعية وهذا أغلب الظن إذا جانا ولد صغير أو إنسان ما حاشته إصابة نعرض عليه المنظار ما نشيل الغضروف نحاول بكغل. قصار الجهد ان نحافظ على الغضروف، نخيطه بالمنظار نستخدم اجهزه معينه، اخر التقنيات، وصلنا اخر التقنيات احسن المعدات. ماكو شيء يقصر علينا في المستشفى، والوزاره ما قصرت جهزت لنا احسن التجهيزات وحطت لنا افضل المعدات التقنيات الاخيره، افضل شيء موجود حالنا حال نحال. اي دوله متطوره عالميا في خياطه الغضروف. بعد العملية العملية جراحة اليوم الواحد ها نكون واضحين المريض يدخل الصبح يطلع العصر ماكو تنويم ماكو شيء آلام بسيطة شيء معقول يحط له الضباب لمدة أسبوعين إلى ثلاث بعدها يبدأ العلاج الطبيعي على ثالث شهر يرجع تقريبا إنسان طبيعي من غير الآلام وحافظنا على الغضروف وهذه فكرتنا اليوم أنه لازم مو بس نشوف من الشخص اللي عنده قطع الغضروف نفهم شنو سبب قطع الغضروف ونحاول نحافظ على الغضروف كثر ما نقدر هو مستقبل ركبة الإنسان بعدا عن الخشونة بعدا عن الأمور في حالات للأسف الشديد يكون الغضروف متدمر تدمير كامل يعني ما نقدر حتى نحاول أن نخيطه أو يكون القطع موجود في منطقة معينة من الغضروف اللي حتى لو خيطناه ما راح يبرى السبات دورة الدموية وهذا جسم الإنسان يعني مو بكيف نننن. في الحالات نضطر ان نزيل جزء من الغضروف وانا اقول اكون واضح جزء من الغضروف مو كامل الغضروف فاحنا نسميها ازاله الغضروف الجزئي اكيد بالمنظار الريكفري اللي هي فتره الاعفاء بعد بعد العمليه ابسط اسرع جراحه اليوم الواحد فتحتين صغار منظار كاميرا اخر التقنيات كل هذه تعطي نتائج هائلة وجيدة جدا وحافظنا على مستقبل ركبة الإنسان في, قصارى كث... في قصارة جهدنا أن ما نشيل أن نحافظ على ظروف وهذا مستقبل المريض. فمثل ما تشايفين مستشفى أو مركز الشيخان الفارجي فارسي للطب الرياضي مركز متخصص عندنا تقنية عالية معدات هائلة كادر طبي كويتي وخليجي من أحسن ما يكون متعلمين من أحسن الأماكن في العالم تقنيات كلها موجودة المعدات كلها موجودة لا يقول لي والله واحد أنتم عندكم شيء ما عندنا إياه هناك موجود. قاعد قاعد نسوي العمليات مثل الـ الـ هذا الزوار اللي يونا يقولون انتم ليش جايبيننا؟ انتم قاعد تسوون نفس اللي احنا قاعد نسوي قاعد تسوون افضل بالعكس عندكم ترن عندكم حالات اكثر والسبه ان انتم مركز متخصص الوحيد في الكويت تغطون 4 ملايين شخص فاكيد النسبه تكون عندكم اعلى ومثل ما ندري اللي يتمكن ويتحرك ويسوي الحالات باكثر إذا تتمكن اكثر ونتيجته تصير احسن وهذا عمر الدنيا مو بس بالدكتور في النجار او في ال... في اي انسان يشت... يستخدم ايده في الشغله المهنيه. فحياكم الله اللي عنده مشكله لا يتردد، المواعيد سريعه، العيادات مفتوحه، مجرد تحويل وامورك ان شاء الله تكون متشخصه ومتعالج في احسن علاج في احسن مكان. اعتقد كلنا كل سمعنا شنو قال الدكتور علي يعقوب مقدسي هذا الولد الجميل حقيقه المتخصص في 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 جراحه الكتف والركبه والكوع واذا بغينا نرتبه نقول كتف وكوع وركبه هذا الدكتور اعتقد انه فصل تماما فيما يتعلق بالغضاريف وفيما يتعلق في الاجراءات الطبيه والجراحيه اللي يمكن اتخاذها شنو اللي ممكن اللي ممكن طبعا دكتور علي وضح جدا ان الجراحين في مركز شيخان الفارسي للروماتيزم والطب الرياضي هم ليسوا يعني على على استعداد مطلق للقيام بالعمليه لا لا هم يشوفون اذا كان المريض يحتاج او لا يحتاج واعتقد كان كلامه جميل انا ما ابي اعقب ولا اعلق عليه انا اعتقد ان كلام الدكتور علي مقدسي كان جميل وكان واضح لكن ايضا عندنا في خدمه ثانيه طبيه تقدم للمريض بعد الجراحه قبل الجراحه خلال الجراحه هذه الخدمه متعلقه بالعلاج الطبيعي واحنا اليوم لقائنا ايضا مع الدكتور جواد فاضل ابو الحسن اختصاصي العلاج الطبيعي الحاصل على شهاده الدكتوراه في هذا المجال في مجال العلاج الطبيعي وهو حقيقه خير من يتكلم عن هذا الموضوع بدون طبعا انقاص من حقوق الاخرين لكن الولد هذا تعبان على نفسه. والولد هذا حصل على شهاده علميه واكاديميه عاليه وهذا ابن البلد جواد فاضل ابو الحسن الدكتور جواد فاضل ابو الحسن. خلنا نسمع شو يقول خضروف الركبة عبارة عن مثل ما نسميها قطعة اسفنجية تفصل العظم عن بعضه تعطي حماية وتعطي سبورت ودعم حق الجسم دورها الأساسي هو يكون يعمل دعامة بين عظمة الفخذ وعظمة الساق دائما تصير إصابات في هذه المنطقة والإصابات متكررة وشديدة تختلف طرق العلاج فيها على حسب نوع الاصابة. في طرق تكون تحفظية وفي طرق تكون جراحية. لكن عادة والدراسات تثبت تقول ان الطرق التحفظية هي افضل. الحين لما نقول شنو الطرق المتوفرة في علاج الغضاريف. الغضاريف تكون متهشمة او متآكلة. بالتالي في بعض التمارين اللي هي تساعد على تقويه العضلات اللي دار مدار الركبه بالتالي لما الانسان يمشي لما الانسان يتحرك يكون كل الشغل على العضلات تشيل الحمل من على الغضاريف هذا رقم واحد بالتالي انا الهدف الاساسي عندي ارفع مستوى العضلات اللي دار مدار الركبه هم خمس عضلات الاماميه والخلفيه والداخليه والخارجيه وعضله السمانه هذيله عضلات نركز عليهم بالتمرين دائما نساعد فيها على علاج اصابات الغضاريف بشتى انواعها. التمارين شنو مدتها؟ شلون تكون؟ تكون خلال اجهزه، تكون خلال تمارين عمليه يسويها المريض سواء تمتد بين البدايات تكون على على السرير باوزان خفيفه من نص كيلو ثلاثة كيلو أربعة كيلو الى خمسة كيلو وبعدين ننتقل الى الجم اللي هو الاوزان الاكثر بالاجهزه الحديديه. هذا مجال العلاج فيهم. الحل الجديد اللي مثلا الحين نقدر نقدمه يكون او يقدم من خلال الكادر الطبي نقدر نقول مو بس علاج طبيعي اذا كانت الحاله جدا 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 شديده يسوون تبديل الغضروف نفسه. يعطي دعامه اذا في اذا آه المريض يكون عنده حالات سيئه جدا كبر بالعمر، العضلات آه ضعيفه جدا، تكون آه اللي هو التقدم في العلاج بطيء لعده اسباب، المريض غير متعاون، ال 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 الوقت، عامل السن، عامل ال الانشغال ففي وايد اسباب تحدد مدى العلاج. الحين نقدر نقول آه طرق فحص الغضروف شنو؟ عندنا شتى انواع الطرق من الاشعات للفحص اليدوي. عندنا اتكلم في مجال تخصصي العلاج الطبيعي، عندنا اكثر من طريقه نفحص فيها الركبة ونفحص فيها الغضروف. عندنا آه تمارين يدويه نسميهم سبيشال تيست تعطيك انديكيشن او تعطيك نبذه عن حاله الغضروف، هل هو متعور؟ في اي جانب لان الغضروف يتشكل على جانبين من الركبه جانب ايمن وجانب ايسر كل غضروف وكل جهه لها طريقه فحص بالتالي انا اقدر من خلال المانيوال ثيرابي اللي نسميه او الفحوصات اليدويه بدون اي تدخل جراحي بدون اي تدخل اشعاعي بدون اي تدخل خارجي الدكتور العلاج الطبيعي يقدر يعطيك نبذه عن حاله الغضروف سواء من الدرجه الاولى تمزقات خفيفه او الى تمزقات شديده جدا اللي تصادف اللاعبين في الملاعب هنا عندنا في مستشفى شيخان الفارسي في قسم العلاج الطبيعي نعالج جميع هذه الحالات من الحالات الخفيفه الى الحالات الشديده في طرقنا في ستاف كامل يقدر يعالج يقدر يرد المريض الى حالته اللي كان فيها قبل العمليه او قبل الاصابه سواء كانت حاله يرد الى طبيعه حياته اليوميه الديلي ليفنج اللي هو الشغل العمل او يرد الى حاله اللعب اذا كان رياضي سواء بعد العمل بعد الاصابه نقدر نرده الى مستوى اللي كان عليه واحسن فهذه من نوع يعني شيء من الاشياء اللي نقدمها في مستشفى الشيخان الفارسي قسم العلاج الطبيعي الشغلة آه الثالثة اللي ابي اقولها طرق العلاج تعتمد على آه اكثر من عامل. نعم دور العلاج الطبيعي كبير لكن الاهم هو آه علم المريض ثقافة المريض هذا دائما نسميها مهمشة عند المرضى او حتى عند الدكاترة لما يوصلها عند المريض. انا لو شنو بسوي؟ شنو بشتغل؟ بسخر كل الامكانيات، كل العلم الحديث اللي اللي عندي والمريض ما يكون متعاون ما يكون آه مثقف من ناحيه الاصابه بجميع مجالاته راح يكون في نقص في العلاج، ما راح يكون 100%، ومثل ما دائما هذا الهدف اللي تعلمناه في الطب انه دائما يكون آه العلاج 100%، اذا انت عندك 70% تحاول توصله 100%. في الحالات شلون؟ لازم تعلم المريض، لازم مو بس التمارين والاشياء اللي عندنا اللي درسناها نطبقها، لا. عامل اساسي اللي هو تقوي تقوي معلومات المريض بالاصابه اللي عنده، لان هذه كلها راح تحميه بالمستقبل، مثل ما احنا نعرف الوقايه خير من العلاج. نعم احنا نعالجه، لكن اذا ما سوى الاشياء اللي نقول لها له، اذا ما وقى نفسه من الاصابات في المستقبل، راح تكون الاصابه دبل لانه اوريدي متعور فدائما ثقافه المريض والتوضيح والمعلومات والرسومات والتوضيح كله في يصب في صالح المريض والاصابه اللي هو يعاني منها هذه نقطه ثالثه حبيت اكد عليها في عندنا بعد النقطه الرابعه وجدا مهمه اللي هو دور الميديكال تيم في 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 علاج اي حاله عندنا بالغضروف اذا 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 انصاب الغضروف عندنا دور الاخصائي ودور الدكتور ودور الجراح ودور حتى اخصائي التغذيه لازم لازم يكون في مالتي ديسيبلينري وورك اللي هو تكاتف جميع اعضاء الجهاز الطبي في مصلحه المريض هذا شيء وايد مهم زين ليش مهم في 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 اصابه الغضروف لان الغضروف لما انا اعالجه مثل ما قلنا نقوي العضلات هذا دور دكتور اخصائي علاج طبيعي لكن اذا استعصت الحاله نبي تدخل جراحي نبي نبي راي الدكتور اذا مثلا العلاج ماشي تمام في المستقبل حق كبار السن مثلا او الرياضيين اللي تهالك المفصل عندهم من نتيجه طبيعه الرياضه اللي يسوونها نبي دكتور التغذيه. نبي راي اخصائي التغذية لان طريقه الاكل الدراسات والابحاث يعني اتكلم اتكلم في 2013 و14 و15 و16 اخر اربع سنين جميع الدراسات تاكد اهميه التغذيه في علاج اصابات الغضروف. فعشان شيء لازم واحد يفكر ويسخر كل امكانياته ويوحد المهنة الطبيه في خدمه المريض. لازم نحاول نتطور في هذا الشيء ولا ولا قصور في مهنة معينة لكن جميع المهن لازم تتشارك مهنة واحدة راح يكون في قصور في علاج المريض وإحنا دائما مثل ما قلت لك علاج المريض لازم يكون مية إذا إذا في نقص في إحدى هالفروع راح يكون تأثير على المريض بالسلب فهذه نقطة ثالثة مهمة لازم أك... نقطة رابعة آسف مهمة أكد عليها يبقى بالنهايه لو ابي اتكلم عن اصابات الغضروف هي اصابه اسميها السهل الممتنع اصابه بشرحها واضح وصريح مثل نشبهها بإسفنجة تفصل بين العظم المال الفخذ عظم الساق لكن تاثيرها ومضاعفاتها اذا الغضروف تهشم او تاكل كثيره جدا وفي ناس في 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 بعض المجالات وبعض الحالات اللي تسبب عدم حركه اذا اهمل نفس المريض فعشان كذي هي سهل ممتنع دائما اركز احب اقول ان دائما الرياضه بشكل عام مفيده والرياضه الحركيه حق مفصل الركبه وبالخصوص فائده الغضروف اهم بالتالي مهما كان العمر مهما كانت الاصابه شنو ومهما كانت حاله ما اقول المريض حاله الشخص لازم يهتم بعضلات جسمه بخصوص حق اصابات الركبه عضلات الخمسه اللي دار مدار الركبه هذا دور العلاج الطبيعي يكون مرتكز على هذا الشيء بالاضافه الى اكد دور الاعضاء الجهاز الطبي الشغله المهمه الثانيه دور ثقافه المريض فهذه انا اسميها اعضاء جهاز العلاج لازم يتفقون لازم يتوحدون لازم يتواجدون في خدمه المريض هذا بشكل عام آه المعلومات اللي حبيت افيدها افيدكم فيها من ناحيه آه اصابات غضروف الركبه اتمنى في ختام <متكلم> رحلتنا لهذه لهذه الحلقه في هذا اليوم أن نكون إن شاء الله قد أوصلنا الفكرة المناسبة قد لا تكون فكرة كاملة أو متكاملة تذكروا أن إحنا مو برنامج أكاديمي إحنا برنامج توعوي نقدم من خلاله يعني ما نستطيع أن نقدمه من صورة أو من, من آراء متعلقة من خلال ناس مختصين لا نتجاوز على أحد في اختصاصه في تلفزيون دولة الكويت والقناة الثالثة حقيقة سياستنا تقوم على الاستعانة بأهل الاختصاص وإحنا اليوم استعنا بهؤلاء الشباب الجميل من ابناء وبنات دوله الكويت حقيقه استعنا فيهم لتبيان الفكره بشكل واضح، اتمنى تكون وصلت الفكره ان شاء الله في لنا حلقه قادمه وموضوع اخر في امان الله.